نلتقي في حصة جديدة مع درس جديد ضمن محور شعر النضال والمقاومة مع قصيدة الفدائي والأرض للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. هذه القصيدة هي موجودة في الكتاب المدرسي النجاح في اللغة العربية. إذا بطبيعة الحال سنحاول أن نشتغل في تحليل هذه القصيدة ودراستها انطلاقا من القراءة أو ما يسمى بالقراءة المنهجية. إذا القراءة المنهجية هي تعتمد على 5 خطوات، سنبدأها بالخطوة الأولى نتوقف فيها عند تشخيص الرصيد المعرفي. في هذه النقطة الأولى سنحاول أولا أن نتعرف على المقصود بالمقاومة والنضال، بعد ذلك سنتعرف على أسباب ظهور ما يسمى بشعر المقاومة والنضال، ثم نختم هذه النقطة الأولى بتحديد أهم أهداف شعر المقاومة والنضال. نبقى مع النقطة الأولى، تعريف المقاومة والنضال. من بين التعريف التي تعطى للمقاومة والنضال أنها فعل فطري في الإنسان يدفعه إلى مواجهة كل أشكال الاستعباد والاستعمار، بمعنى أن هذا الفعل هو فعل فطري في الإنسان، هو يدخل ضمن غرائزه العادية تدفعه بطبيعة الحال إلى مواجهة كل ما يحاول أن يقيد حريته. إذن هذا بالنسبة لي تعريف المقاومة والنضال. بالنسبة للنقطة الثانية، ظهور شعر المقاومة والنضال، يعتبر هذا الغرض غرضا شعريا حديثا لم يكن موجودا في الشعر القديم، وقد ارتبط ظهوره أولا بفترة الاستعمار الغربي، عندما بطبيعة الحال قام المستعمر المغربي باستعمار مجموعة من البلدان العربية. إذن بالتالي حاول العرب أن يقاوموا هذا الاستعمار، وحاول الشعر أن يكون في مستوى هذه المقاومة، وسيتقوى هذا الغرض مع نكبة فلسطين سنة 1948، احتلال الأرض الفلسطينية. سيقوم مجموعة من الشعراء بطبيعة الحال بمحاولة الحديث عن هذه القضية، وسيتقوى بطبيعة الحال هذا الغرض الشعري. بالنسبة لأهداف هذا النوع من الشعر، هذا الشعر هو يهدف أساسا إلى هدفين: أولا التعبير عن آلام الشعوب العربية المحتلة، وكذلك دفع الشعوب إلى المقاومة لتحقيق ونيل الحرية. هذا بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بتشخيص الرصيد المعرفي. نمر بعد ذلك إلى النقطة الثانية والمتعلقة بملاحظة النص. في ملاحظة النص سنتوقف عند 3 نقاط. النقطة الأولى سنقف فيها عند الشكل الخارجي. عندما نتأمل الشكل الخارجي لهذه القصيدة سنخرج من الملاحظات التالية: أولا أن هذه القصيدة تعتمد على نظام السطر الشعري، بمعنى أن هذه القصيدة تجاوزت النظام العمودي التقليدي الذي كان معروفا قديما. إضافة إلى ذلك فهي تقوم على تنويع في القافية والروي، بمعنى أن هناك روي متنوع متعدد. النتيجة التي نخلص إليها من خلال هذه الملاحظة، ملاحظة الشكل الخارجي، أن هذه القصيدة هي تنتمي إلى ما يسمى بالشعر الحر، وهو الشعر بطبيعة الحال الذي ظهر بعد نكبة فلسطين سنة 1948. هذا بالنسبة لملاحظة الشكل الخارجي. بعد ذلك سنحاول نفكك العنوان، والمعروف أن العنوان أو تفكيك العنوان يتم في مستويين 2: المستوى الأول والمستوى التركيبي، ثم المستوى الثاني هو المستوى الدلالي. من حيث المستوى التركيبي أو الجانب التركيبي للعنوان، سنلاحظ بأن العنوان طبيعة الحال وهو الفدائي والأرض يتكون من 3 كلمات. الكلمة الأولى طبيعة الحال تعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، الواو حرف عطف والأرض اسم معطوف، بمعنى أن العنوان هنا جاء جملة اسمية. بالنسبة للجانب الدلالي سنقف عند الفدائي ثم سنقف عند الأرض. بالنسبة للفدائي، الفدائي هو يحمل معنى المقاومة والتضحية، بمعنى أن كل شخص يقدم نفسه فداء لوطني فهو يسمى فدائي. إذن بالتالي فهنا معنى ديال التضحية والمقاومة ضد الاحتلال والاستعمار. ثم لدينا الأرض، والأرض بطبيعة الحال هي تحمل معنى مقدسا، على اعتبار أن الأرض كرمتها تقريبا جميع الأديان، والمعروف أن حب الأوطان من الإيمان. إذن بالتالي فالأرض هي تستعمل كمرادف للوطن، بمعنى أن الأرض يساوي الوطن.
إذا انطلاقا من هاد المؤشرين الاثنين بمعنى الشكل الخارجي للنص والعنوان قراءتنا للعنوان، سنحاول نضع فرضية للقراءة وبالتالي نصل إلى النقطة الثالثة ضمن ملاحظة النص. بالنسبة لفرضية القراءة انطلاقا من هذه المؤشرين، سنفترض بأن القصيدة هي قصيدة تنتمي إلى الشعر الحر وبالتالي تتناول موضوع يتعلق بأهمية ودور الفداء في حماية الأرض وحماية الوطن والدفاع عنها. بعد ذلك سنمر إلى النقطة الثالثة وهي المتعلقة بفهم النص. إذا بعد الملاحظة يأتي الفهم. باسم الفهم النص انطلاقا من قراءتنا للقصيدة، سنلاحظ بأن القصيدة مقسمة إلى ثلاث مقاطع. فهم النص لدينا المقطع الأول سنلاحظ بأن الشاعر هنا يتحدث عن الكلمة الشعرية، يعني العبارة الشعرية، وسنجد بأن الشاعر في المقطع الأول يائس من إمكانية تحقيق الكلمة الشعرية للحرية والاستقلال، بمعنى أن الكلمة أصبحت عاجزة عن المقاومة. إذن بالتالي في المقطع الأول يتحدث عن عجز الكلمة والعبارة الشعرية عن تحقيق الحرية والاستقلال، وبالتالي فنجد بأن الشاعر يعيش نوع من الظلمة ونوع من اليأس ونوع من فقدان الأمل في إمكانية تحقيق الاستقلال عن طريق الكلمة. بعد ذلك يأتي المقطع الثاني. في المقطع الثاني سنلاحظ بأن الشاعر سيلاحظ خيط ضوء في هذه الظلمة التي يعيشها. هناك خيط ضوء، هذا الخيط الضوء بطبيعة الحال مصدر هو هذا الفدائي الذي سيأتي وسيحاول أن يفدي الوطن بنفسه ويضحي لأجل أن يحقق الحرية والاستقلال لبلده، وبالتالي هنا سنلاحظ بأن هذا الفدائي سيجري حوارا مع الأم، هذه الأم بطبيعة الحال التي تخاف على هذا الابن، ولكن رغم ذلك بإيمانها بعدالة قضيتها إذا ستحاول أن تدفع هذا الابن إلى أن يحرر الأرض والوطن. إذا بالتالي فهناك حوار إذا المقطع الثاني هو عبارة عن حوار يجمع بين الأم وابنها الفدائي الذي تطوع لحماية الأرض والدفاع عنها، وسنحاول بأن الأم ستكون راضية عن هذا الفعل الذي سيقوم به الابن وستقوم بالصلاة له والدعاء له حتى ينتصر بطبيعة الحال عن هذا أو على هذا المستعمر الغاشم الذي بطبيعة الحال أخذ الأرض والوطن. هذا بالنسبة للمقطع الثاني. لدينا المقطع الثالث. وهو بطبيعة الحال سيشكل نتيجة هذه الأشياء كلها، وهو أن الفدائي سيقدم نفسه ثمنا لحماية هذه الأرض، وبالتالي فالفدائي سيموت. إذا الموت الفدائي الذي قدم حياته ثمنا لحماية الأرض والوطن. إذن بالتالي هذه مجمل المعاني التي تناولها الشاعر أو الشاعرة فدوى طوقان في هذه القصيدة. إذن بالتالي هناك ثلاث مقاطع، كل مقطع عبرت فيه الشاعرة عن معنى معينة. هناك ظلمة في المقطع الأول، ثم هناك أمل، وهناك شرارة ضوء عبرت عنها في المقطع الثاني، لتكون النتيجة في المقطع الثاني هو تقديم هذا الفداء نفسه لكي يحمي هذا الوطن وهذه الأرض. إلى هنا ننهي هذه الحصة أو هذا الدرس، على أمل أن نستكمل هذا الدرس في حصة مقبلة مع تحليل النص وكذلك التركيب والتقويم.